ومتابعه ايضا ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. برحب بحضرتك استاذ جمال. تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل الساده المشاهدين. استاذ جمال، يعني قراءه حضرتك لنظره المجتمع الدولي لمجريات الامور على الساحه الان في قطاع غزه، وهل العالم اصبح يدرك الان حقيقه الوضع ام انه يكيل بمكيالين كما كانت الامور دائما؟ يمكن في الحقيقه طبعا بالتاكيد وجهه النظر الدوليه متباينه تجاه القضيه الفلسطينيه، هناك من ينحاز كما نرى في الرؤية الأمريكية وأيضا برضو في الرؤية الأوروبية، ولكن القاهرة طوال الوقت تحاول أن توضح وجهة النظر وأن تجعل هناك يعني حشد في المجتمع الدولي تجاه التعاطف مع القضية الفلسطينية ومساندة القضية الفلسطينية. عشان كده بنجد القاهرة تستضيف سواء الوزراء الخارجية أو حتى بتستقبل اتصالات هاتفية من القادة ومن وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين والإقليميين، لأن هناك حاجة ماسة بالفعل لحشد رأي عام دولي تجاه القضية الفلسطينية في هذا الوقت الذي نشأت فيه القضية. في الحقيقة متغير مهم جدا، لأن هذه المرة ليست نحن نتحدث الآن عن متغير دولي كبير جدا يغير شكل النظام العالمي، وبالتالي علينا أن نحافظ على القضية الفلسطينية، وهذا ما تسعى له الدولة المصرية. عشان كده حتى في كافة الاتصالات الخاصة بالقاهرة مع كافة العواصم حول العالم بنجد فكرة عدم يعني أو طرح فكرة عدم تصفية القضية الفلسطينية كأولوية ضمن التصريحات المصرية، وبالتالي المجتمع الدولي في الحقيقة عليه أن ينظر لهذه القضية في هذا التوقيت أنها قضية يعني بقاء ولا يمكن أن تنازل عنها ولا يمكن التفريط فيها، والمجتمع العربي بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص لم ولن تفرط في مساندة الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في البقاء على أرضه والحصول على دولته الفلسطينية، وبالتالي التعويل هنا في الحقيقة على صمود الشعب الفلسطيني وعلى المساندة المصرية والمساندة العربية للقضية الفلسطينية حتى من ما يعني يفعله المجتمع الدولي في هذا الوقت الذي يعجز فيه المجتمع الدولي في الحقيقة على إيجاد رؤية حقيقية وإيجاد رؤية منصفة تجاه القضية. يعني حتى الآن لم نرى تصريحات تنصف القضية الفلسطينية سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الأوروبي أو حتى بعض القوى الدولية الأخرى، يعني الجميع يقف في الصف الآخر، يقف ضد حتى المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يروج دائما لها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. نرى الآن تفريط حتى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاهيم وفي هذه القيم من خلال الانحياز الكامل للولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلي على حساب الأبرياء في قطاع غزة. نعم أستاذ جمال، من كلمة وزير الخارجية السيد سامح شكري ضرورة العمل على وقف العنف والتصعيد وأهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، إلى أي مدى بترى حضرتك أن المجتمع الدولي أصبح مؤهلا الآن لإعادة النظر في القضية الفلسطينية وطرحها من جديد على مقدمة أو أولويات الأجندة السياسية الدولية وإيجاد حل جذري من منظور شامل كما ذكر السيد سامح شكري؟ يمكن بداية ما تحدث به السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري في الحقيقة بيؤكد الثوابت المصرية تجاه هذه القضية، يمكن هذه الثوابت حاضرة في كافة تصريحات المسؤولين المصريين سواء القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو وزير الخارجية المصري، الجميع يتحدث عن ثوابت واضحة ومحددة تجاه القضية الفلسطينية وحتى فيما يتعلق بمسار القضية الفلسطينية المستقبلي والمساندة سواء عبر المسار الدبلوماسي أو المسار السياسي وحق المشروع للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وبالتالي هذه ثوابت مهمة للغاية. وبالتالي أنا أعتقد تركيز مصر على هذه الثوابت وبثها كرسائل مهمة لكافة الأطراف الدولية في هذا التوقيت بالتأكيد أمر مهم جدا لتحفيز كافة الأطراف الدولية للإدراك الكامل أن الدولة المصرية ولن تتنازل عن هذه الثوابت، وأن هذه الثوابت هي المحرك الحقيقي لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، خصوصا أن الدولة المصرية تتحدث عن إحياء مسار السلام، تتحدث عن أن المسار السياسي هو المسار الحقيقي لإيجاد حل شامل لهذه القضية، وبالتالي التصعيد المبالغ فيه والغير منطقي وسياسات العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال او يتبعها قوات الاحتلال الان كلها امور مرفوضه تماما ترفضها الدوله المصريه، وتحاول تحفيز المجتمع الدولي الان على التضامن مع الرؤيه المصريه سواء فيما يتعلق بالمسار
السياسي ودعم القضية الفلسطينية ودعم إحياء مسار السلام، أو على صعيد كمان دعم الجهود المصرية على الشق الإنساني. وهذا مهم جدا، لأن الدعم الإنساني الآن وإيصال المساعدات للجانب الفلسطيني يعني لا يقتصر على فكرة فقط الحصول على الطعام والماء، ولكن هو الآن أمر يتعلق ببقاء القضية. نعم. إنما نتحدث الآن عن إمداد أهلنا في قطاع غزة بأولويات الحياة أو أساسيات الحياة في وقت هم يفتقدون لشربة الماء، فهذا مهم للغاية حتى يتمكنوا من البقاء والحفاظ على أراضيهم ويصمدوا داخل قطاع غزة، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التفريغ الديموغرافي لهذا القطاع، ومن ثم إجابة وتصفية للقضية الفلسطينية. نعم، بشكرك الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي على هذه المداخلة.